بالنسبة لدخول العمالة الكافرة إلى البلاد هنا الكويت، هو الصحيح أن الكويت تعتبر من جزيرة العرب. جزيرة العرب هي شبه الجزيرة العربية، الجزيرة جزيرة العرب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، المقصود بها على الصحيح شبه الجزيرة العربية، والكويت من ضمنها، من ضمن هذه الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية. وأما إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قادم لو خرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولكن توفاه الله تبارك وتعالى، وعمر رضي الله عنه هو الذي قام بهذا، فأجل اليهود من خيبر وطردهم إلى الشام فأخرجهم من جزيرة العرب. فقال بعض أهل العلم لا يجوز لغير المسلم أن يعيش في هذه الجزيرة اللي شبه الجزيرة العربية، وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه لا يبقى على سبيل التمكين، أما إذا كان على سبيل العمالة أو الزيارة أو ما شابه ذلك فإنه يجوز، وهذا هو الصحيح. وذاك عمر الذي طرد اليهود والنصارى من جزيرة العرب أو اليهود من جزيرة العرب، من الذي قتله؟ مجوسي، كان موجودا إذن وأذن له بذلك. فالقصد أنه المقصود هو بقاؤهم على شكل قوة، يمثلون قوة أو سلطة أو ما شابه ذلك من أمور، أما إذا كانوا كخدم أو عمال أو زوار أو ما شابه ذلك من الأمور فالصحيح والعلم عند الله تعالى أنه يجوز ذلك.